مساء الخير على كل هي في كل مكان. اهلا بيكي، حلقه جديده، حلقه نهايه الاسبوع اللي احنا قدر الامكان بنحب انها تكون يعني حلقه مميزه ومختلفه نختم بيها الاسبوع بتاعنا. علشان كده، وبما ان كمان يعني الاخبار في العالم كله يعني مقلوب في كل حته بعد فوز ترامب على هيلاري كلينتون في الانتخابات الامريكيه اللي هيكون ليها نصيب النهارده معانا في خبر مهم، فالدنيا كلها يعني النهارده مختلفه. علشان كده فقرتنا واخبارنا برضو هيكونوا مختلفين. فقرتنا النهارده هيكون معانا يعني مثال حي وقدوه، وممكن نقول عليها كل شيء جميل يقول ان الست تقدر تعمل كل شيء، تقدر تعدي صعاب كتير. ملناش دعوه باللي بره، خلينا في اللي جوه. احنا معانا النهارده هتكون منورانا الدكتوره ناديه زخاري. يعني طبعا دكتورة نادية يعني هي ممكن نقول عليها كلام كتير، لكن خلينا نقول ان هي يعني التايتل الاخير ليها ان هي كانت وزيرة البحث العلمي سابقا. هنتكلم معاها في حاجات كتير، هنتكلم معاها في حياتها الشخصية، هنتكلم عليها ومعاها لما كانت متولية وزارة البحث العلمي في حكومتين متعاقبتين على مصر بعد الثورة. كمان يعني في موضوعات كتير ان شاء الله هنفتحها معاها، ناخد رأيها كمان في اللي بيحصل. دكتورة نادية زخاري هتكون فقرة مهمة ورئيسية النهاردة معنا. عشان ما طولش عليكم بقى، خلونا نبدأ بأخبارنا. أخبارنا في هي واللي هيكون معانا فيها. ترامب بيقول بعد طبعا ما يعني أعلنت النتيجة، سأكون رئيسا لكل الأمريكيين وكلينتون هنأتني. وطبعا على غرار تبعات طبعا او ممكن نقول تبعات الحادثه اللي احنا تكلمنا عنها امبارح، الداخليه بتحظر سير النقل الثقيل بطريقي السويس والاسماعيليه 6 ساعات يوميا. والداخليه بتقول برضو ان هيكون في ملصقات على سيارات السرفيس بيحدد خط السير وبيحدد برضو التعريفه. برحب بيكم من جديد. ويعني العالم كله كان بيتابع يعني نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة واللي فاز فيها دونالد ترامب على هيلاري كلينتون وأصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، بعد ما حسم طبعا هو يعني الانتخابات لصالحه، أو ممكن نقول عليها المعركة الانتخابية الأكبر والأهم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. لأن كمان الأكبر والأهم، لأن هي فعلا كانت معركة شرسة جدا، تقاربت فيها النتائج بشكل كبير في ولايات رئيسية كمان مهمة. ترامب أعلن في الكلمة اللي ألقاها أمام أنصاره وبعد فوزه أنه هيكون رئيس لكل الأمريكيين وبيعزز وحدتهم. احنا عارفين طبعا ان الانقسام اللي تسبب فيه ترامب خلال يعني حملته الانتخابية ما بين الامريكيين نفسهم، ده هيكون محور رئيسي وهام جدا داخل الولايات المتحدة الامريكية وملقى على عاتقه بعد فوزه طبعا، لان حصل فعلا داخل المجتمع الامريكي شرخ كبير جدا ما بين هيلاري كلينتون وما بين ترامب، ما بين انصار ده وانصار دي. فمسؤولية كبيرة عليه ان هو يقدر يعيد توحيد مرة اخرى الامريكيين. طيب احنا يعني كلينتون هو طبعا قال ان هي كلمته وبيقول يعني هو شكرها وقال ان هو ان هي يعني اشتغلت بجد واجتهدت في حملتها الانتخابية، واشتغلت كمان خلال فترة طويلة، وان الشعب الامريكي يجب ان يشكرها على خدمتها العامة. احنا معانا الاستاذة نهاد ابو القمصان. استاذة نهاد اهلا بيكي. اهلا بيكي. وانا يعني محتاجه يعني انت حقوقيه وناشطه وحقوق المراه و تقولي ايه يعني بعد فوز ترامب على كلينتون، على هيلاري كلينتون؟ وفريق العمل مبروك على البرنامج وبالتوفيق دايما، ان شاء الله تبقوا يعني فريق رائع وتقدموا اضافه حقيقيه. فيما يتعلق بالانتخابات، الحقيقه طبعا فوز ترامب كان مفاجاه في حد ذاته، لانه كانت اسهم هيلاري متقدمه جدا، لكن في الحقيقه تقدري تقولي ان هيلاري حسبت على مشاريب رجلين، يعني دفعت ثمن اخطاء جوزها اللي هو يعني بيل كلينتون،
انه كتير من السيدات صوتوا لترامب لانه كان اخطاء جوزها ولا اخطاء حزبها؟ بصي مبدئيا اخطاء جوزها ده الراجل الاولاني، يعني انا بقول لك هي دفعت المشاريب لحساب راجلين، بيل كلينتون واوباما نفسه. بيل كلينتون على يعني فضايحه مع الستات، وكثير من السيدات الامريكيات كانوا شايفين ان موقفها كان سلبي او ما كانش يعني بالموقف اللي يجب انه يتخذ. وحتى لما حصل مناشل ده اثناء الحمله الانتخابيه بتاعتها طبعا ما كانش ممكن تعلن انها هتطلقه يعني، فكان يعني ده قوبل بعدم يعني رضا ما بين قطاعات كثيره من الستات. طيب انا عايزه اسال بقى سؤال ما اعرفش، بس سؤال بيتهيألي كده بيقول ان الستات او الست هي الست في كل انحاء العالم، لو كانت في دوله عظمى، دوله يعني فقيره ناميه، الست هي الست في كل حته. ليه بقى؟ لان اكتر يعني بعد استطلاعات الراي اللي تمت على من صوت لترامب، لقوا ان الستات هم الاكتر، يعني هم اللي ادوا له صوتهم عن هيلاري كلينتون. فانا دي عايزه افهمها ازاي؟ ما انا بقول لك هي القضيه، الموقف هنا ما كانش موقف تكونهم بيدعموا ست ولا لا، هي موقفها هي من قضايا الستات. يعني خدي بالك القضيه، صحيح كان نفسنا ان تبقى رئيسه اكبر دوله في العالم سيده، ودي حاجه مهمه، لكن ما هياش الاساسيه، لان انت عندك اقوى دوله في اوروبا وهي المانيا رئيستها واحده ست، فهي ما هواش المعيار الوحيد اللي بيحكم اتجاهات التصويت لدى الستات. لكن هنا تقدري تحللي ان ده بالرغم ده يا استاذه يعني نهاد، بالرغم من ان ترامب نفسه يعني كان ليه تصريحات وفيديوهات نزلت له على النساء وعلى نظرته للنساء، ما هي دي برضو مختلفه يعني. ده حقيقي، بس خدي بالك كانت المفروض تصب في صالح هيلاري كلينتون. هو قدم اعتذار عن دوت لاكثر من مره، واتكلم على انه هو ما كانش يقصد بالمعنى اللي اتاخد فيه وان تم اصطياده، لكن الوقائع اللي حصلت ايام ما كان بيل كلينتون رئيس لامريكا هي يعني حوسبت عليها هيلاري كلينتون بضراوه. مش بس ده، موقفها هي نفسها من قضايا المساواه وقضايا السيدات تم حسابها عليها حسابها كبير. اللي أضر هيلاري كمان زي ما بقولك إنها دفعت فاتورة مش بس جوزها، فاتورة أوباما، يعني عدم نزول السود بالكثافة أو بالعدد المطلوب كان هيصب في صالح، يعني لو كانوا نزلوا كان هيصب في صالح الديمقراطيين. السود محبطين جدا من أداء أوباما، وشافوا إنه ما حصلش تحسن كبير على حياتهم بوجود راجل أسود في سدة الحكم. وبالتالي هنا حصل حاجتين، انه اصوات السود كانت بتحسن وده ما حصلش. الحاجه الثانيه انه ده ايد النظريه بتاعت ان مش معنى ان رجل اسود حياه السود هتبقى افضل او سيده حياه السيدات هتبقى افضل، فكان الحساب عسير على المواقف اكثر منه على قضايا ان هي ست او مش ست. طبعا بالاضافه لان انا عايزه اقول لك على حاجه، يعني رغم ان انا على المستوى الشخصي كان نفسي ان هيلاري كلينتون تنجح كسيده، لكن على مستوى مصر كلها احنا مصالحنا مع ترامب مش مع كلينتون. ده فعلا ده بيتقال، بس ما حدش عارف في الاخر يعني الولايات المتحده الامريكيه بيحكمها مؤسسات وليس افراد. انا عايزه اسالك بقى سؤال تاني وانا معاكي دلوقتي يا استاذه نهاد على الهوا، وفي هاشتاج نزل طبعا هاشتاج ترامب اندرسكور النساء، يعني مليء بكل ما تتخيليه، واحنا طبعا احنا عارفين عقادنا، احنا يعني عقادنا في سواء في الوطن العربي او يعني بنقول عليهم برضو الشرقيين تجاه النساء. لكن من ضمن الحاجات اللي بتضحك شويه، خلينا نقول الجانب اللي بيضحك، ان يعني بعض الناس كانوا كاتبين ان الولايات المتحده الامريكيه يعني صعيده ومش بيقبل واحده ست ان هي تحكمهم. دي كانت من ضمن الـ يعني ما كتب على موضوع فوز ترامب على هيلاري كلينتون. لا انا ما اعتقدش، لانه الفرق ما هوش كبير قوي لدرجه ان يحسم اتجاهات تصويت ليها علاقه بانه صعيده ولا محافظين ولا كذا. هي الفكره انه عند الامريكيين حسابات من نوع اخر، لو كانت كسبت هيلاري
الانتخابات دي وقعدت دورة أو اثنين، ده معناه إنها قعدت في البيت الأبيض 20 سنة، وده في تاريخ أمريكا ما حصلش وغير مقبول. عشان كده أنا برجع وأقول لك إنه هيلاري دفعت مشاريب راجلين هي ملهاش الحقيقة إنها كانت تدفعهم، إن هي كانت زوجة لرئيس قعد 8 سنين وكانت وزيرة خارجية لفترة رئيس قعد فترة من الفترتين 4 سنين، وفي الحالتين الاثنين عندهم أخطاء جسيمة لم يغفرها الشعب الأمريكي، بالإضافة لأنها عندها مشاكل من نوعية الحفاظ على خصوصية وسرية وثائق الأمن القومي، ودي قضية هيتحقق فيها بجدية. يعني في عوامل كثيرة ساعدت على النتيجة دي، بس أنا زي ما بقولك في الآخر ربما يعني إحنا في مصر عادة ما بيبقى أوضاعنا صعبة جدا لما بيبقى الحزب الديمقراطي هو الحاكم، يعني الديمقراطيين دول ما بناخدش منهم غير على رأي المثل المصري صح حنك كلام عن الديمقراطية ويدعموا الجماعات الإرهابية ويدعموا كل الأشكال التدميرية باسم الديمقراطية، في حين إن دايما الجمهوريين لما بيجوا في الحكم على قد ما بيبانوا ربنا يوصل على قد ما احنا الاكثر تطرفا. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذة نياد ابو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة طبعا والناشطة في يعني ما كل ما يتعلق طبعا بالمرأة وبحقوقها. اسعدتينا على هذه المداخلة. ده كان الخبر الاول معانا النهارده، ما كانش ينفع ابدا ان احنا نغفله، خصوصا ان اغلب الستات يعني هم اللي صوتوا لترامب، فيعني دي كانت حاجه صادمه شويه، او زي ما بيقال في كتير في بعض الامثله وبعض الكلام اللي احنا بنسمعه هنا في مصر ان الست دايما بتكون عدوه نفسها وعدوه الست طبعا، فدي المشكله. ست هي ست في كل حته. الخبر الثاني بقى معانا النهارده وهو طبعا على ممكن نقول بقى احدى نتائج حادثه الامس اللي احنا طبعا يعني تناولناها بمزيد من التفاصيل والحديث بشانها، الاطفال اللي اصيبوا 13 اصابه واربعه، ويقال كمان ان في 5 وفيات من ضمنهم طفله، فيعني ربنا يا رب يرحمهم ويصبر اهلهم. وزارة الداخلية طلعت قرار قالت فيه ايه بقى؟ منع سير سيارات النقل الثقيل بطريق السويس والإسماعيلية عند مدخل الدير القاهرة وحتى الديري الإقليمي من الساعة 6 صباحا إلى 9 صباحا، ومن 1 ظهرا إلى 4 مساء. طيب القرار ده جاء ردا على وقوع حادث تصادم بين اتوبيس مدرسه سياره نقل في الكيلو 26 طريق القاهره السويس صباح الثلاثاء، ما اسفر عن مقتل 4 اشخاص واصابه 22 تلميذ، بس احنا يعني حسب ما تواصلنا كانوا 13 تلميذ خرجوا اغلبهم طبعا من المستشفى الحمد لله على سلامتهم. وزارة الداخلية كمان أصدرت قرار بحظر سير المقطورات وسيارات النقل الثقيل نهارا وتحديد مواعيد سيرها من الساعة 11 مساء حتى 6 صباحا لمنع تكرار حوادث الطرق. احنا طبعا يعني المدرسة أو ممكن نقول بقى الحادثة بتاعت الأمس يعني حقيقي وجعت قلوبنا كلها. احنا معانا مين على طيب احنا معانا اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك، ومحتاجين نتعرف اكتر على قرار وزارة الداخلية بخصوص سير النقل. هو بالنسبة لسير النقل احنا بنحاول نقايض تحركه على الطرق، وخاصة في توقيتات الذروة وعلى الطريق الدائري اثناء الذروة برضه. فطريق السويس اللي حصل عليه الحادثة للأسف احنا عاملين طرق للنقل، وفي القطاع الثاني اللي بعد الحادثة، وللأسف هو الطريق توسع ل5 حارات والنقل كان راكن في اليمين، والسائق للأسف الشديد ما وعاشي ودخل وعمل الحادثة. في أخطاء السائقين وإحنا بنحاول نتجنب بقدر الإمكان الحوادث بعمل إجراءات تمنع وتقلل هذه الحوادث
بنعمل طرق جديده. انا عايز اعرف بس الاجراءات كان من ضمنها ان يعني ممنوع سير النقل من السادسه صباحا الى التاسعه صباحا، من الواحده ظهرا الى الرابعه مساء. تمام يا فندم؟ تمام كده. هتعرفوا تظبطوها ازاي؟ انا كهيئه طرق اديتهم العلامات الارشاديه ووجهت حركه المرور بحيث بالعلامات الارشاديه على الطريق الدايركت، وعلقت اليوفط اللي هي كفيله بارشاد السائقين على التوقيتات. وهل بتعتقد ان السائقين هيشوفوا اليوفط فهيمشوا مظبوط؟ في شعب مصر كله ما بيمشيش مظبوط في الطرق. طب يعني هو في جهه اخرى بتتولى امر الضبط والربط على تحركات العربيات، انا بعمل طريق وبحط العلامات الارشاديه بتاعتي. طيب ايه المفروض اللي يتم علشان يساعدك في منع سير النقل في الاوقات اللي تم تحديدها؟ انا بالنسبه لي طبعا في اجراءات بيقوم بها الاداره العامه للمرور، وهم بداوا فعلا من اسبوعين فاتوا تدعيم الاجراءات دي بان احنا بنقلل حركه المرور على الطرق اثناء الذروه، وبداوا في هذا الاسلوب، بالاضافه ان مع الايام اللي جايه ان شاء الله ان احنا بنخلص طريق الدائري الاقليمي هنمنع دخول النقل اصلا القاهره. يعني خلال الفتره القادمه هنلاقي ان في بعض الطرق هيتمنع النقل منها اصلا للدخول لداخل القاهره الا بتوقيتات اخر الليل فقط لا غير. وانا مش عاوز اقول لحضرتك، يعني انا بتكلم من على طريق السويس ومعمول له حارات للنقل فقط بحيث نضمن سلامه العربيات الصغيره، وده حاجه ناجحه وان شاء الله الطريق بقى جاهز للافتتاح والحمد لله ربنا يوفق ان شاء الله. هو انا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ انا عارفه ممكن يكون صعب شويه لان انا بتكلم في رقم، وممكن بس يعني لو عندك رقم يا ريت تقوله لي. في كام يافطه محطوطه على الطريق الدايري مكتوب فيها ان النقل يمشي او يعني كبدايه مثلا في الحاره اليمين؟ عاملين لا في الحاره اليمين بس. عاملين 400 يافطه خلال الفتره اللي فاتت على اساس ان الدايري وتوجيهات المرور يتحرك ويتحرك على اليمين فقط. على اليمين بس 400 يافطه بطول الطريق؟ على طول الطريق. ده انا عايز اقول لك ان احنا اللي بنمشي يمين والله. يعني العربيات الملاكي هما اللي بيمشوا يمين. للاسف النقل محتاج نوع من انواع السيطره الكامله على تحركاته وسرعاته. انا مش عايز اقول لك، انا العربيه رايحه مليانه بطيئه راجعه سريعه جدا على المحاجج على طريق السويس. صحيح. حاجه محتاجين سيطره واجراءات حازمه للمخالف. ده اللي المفروض يتقال. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء عادل رئيس هيئه الطرق والكباري عادل تركي، بشكرك شكرا جزيلا. احنا يعني احنا بنتكلم على 400 يافطه محطوطه على الطريق الداري بس بيقول للنقل التقيل ان هو يمشي حاره يمين 400 يافطه وما بيمشوش اصلا، يعني هم تقريبا واخدين الموضوع يعني بالعكس. طيب الخبر الثالث النهارده معانا عشان ما اطولش عليكم، عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة اللي عقد اجتماع بحضور عدد من القيادات الأمنية، وده علشان يتأكد من التزام سائقي سيارات السيرفيس بالقاهرة بالتسعيرة الجديدة والمحددة بواقع زيادة 25 قرش للرحلات القصيرة والمتوسطة والتي لا تزيد عن 15 كيلو و50 قرش للرحلات الطويله اللي بتزيد عن ال 15 كيلو، الزياده هتكون ما بين 15% و20% بالنسبه لرحلات سيارات الاقاليم. ده طبقا طبعا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، وهيتم الاعلان داخل كل موقف لتعريف المواطنين بخط السير. احنا معانا سياده اللواء محمد ايمن نائب محافظ القاهره. مساء الخير يا سياده اللواء. اهلا يا فندم، مساء الخير. اهلا بيك. وانا يعني انا عايزه اعرف بس ايه الفرق ما بين هذا الاجتماع اللي عقده محافظ القاهره وما بين ما تم الاعلان عنه لحظه، يعني احنا عارفين طبعا اول ما اسعار البنزين زادت بدا الاعلانات عن ان الزياده هتكون ما بين 15 ل 20% وتم الاعلان عنه خلاص،
وان الزياده ما بين ربع جنيه و50 قرش، لكن اصلا السيرفيز ما بي يعني سيارات السيرفيز دي ما بي يعني ما بتطبقش ده اصلا، ايه الجديد؟ لا هو احنا هنتكلم على مواقف الاصاليم هي الحاجه اللي تخصني وتحت مسؤوليتي. اتفضل. احنا عندنا مواقف الاقليم لان محافظه القاهره هي مصب لجميع مدن الجمهوريه، فعندنا 56 خط لمدن الجمهوريه كلها في خمس مواقف، موقف عبود والسلام والمرج وحلوان و الخمس مواقف دول والنزهة، الخمس مواقف دول فيهم اكثر من 10600 عربية. فاحنا عملنا الدراسة فعلي، الدراسة يعني نتج عنها ان الزيادة في حدود من 10 ل 15%. الدراسة دي معمولة بناء على التعريفة القديمة ومقدار الزيادة في الوقود وعدد الركاب لكل عربية والمسافة المقطوعة، فكل ده نتج عنه الزيادة اللي هي الـ 15% دي. تمام، دي بعد دراسة. أنا عايز أسأل سؤال تاني، إزاي هتتأكدوا إن سواق السيرفيس أو الميكروباصات هيطبقوا الزيادة اللي أنتوا حددتوها، مش هيطالبوا الناس بزيادة زي ما الناس بتقول؟ إحنا بالفعل حطينا لوحات في كل المواقف وأكدنا على كل السواقين وألزمناهم بالتعريف الجديدة، وبرضه هيكون فيه استيكر على البرابريز الأمامي والخلفي بنعده دلوقتي محدد في خط السير والأجرة. ده مش كده وبس، إحنا كمان بعثنا لجميع محافظات الجمهورية بهذه التعريفة علشان يعني ما يبقاش في فرق، يعني المتحرك من القاهرة للمدينة زي اللي جاي من المدينة للقاهرة. ممكن أسأل سؤال تاني، من بداية رفع سعر البنزين وبالتالي رفع التعريفة لحد النهاردة، كم عدد المخالفات اللي خلفوا فيها سواقين الميكروباصات والسيرفيس ما تم تحديده من سعر أو ما تم تحديده من تعريفة؟ هي الإحصائية مش قدامي دلوقتي تقريبيا، لا ما أقدرش أقول تقريبي، ولكن اللي بيخالف بيقع تحت طائلة القانون وفي جزاءات رادعة، سواء للي خالف أو اللي جزأ خط السير وقطعه أو اللي فرض زيادة أثناء خط السير. كل ده إيه الوسيلة اللي ممكن الناس يبلغوا بيها عن السائق اللي بيخالف؟ اللي بيخالف عارف الناس مش هتقف، مش هتقف يعني مش هتتخانق مع سواق الميكروباص يعني. القانون ما هو احنا بالتاكيد في مخالف، يعني لا يعني سبحانه وتعالى لما حتى فرض الصيام مش كل الناس بتصوم، مش كل المسلمين بيصوموا، فبالتاكيد في مخالفات، والمخالفات الحالات الناس تبلغ عنها ازاي يا فندم؟ ما احنا حاطين ارقام تليفون، وبعدين في شرطه موجوده وفي موظفين المواقف اللي هم تمام معاهم برضو سلطة الضبطية. تمام، أنا بشكرك شكرا. يعني إحنا دلوقتي بنقول لكل الناس اللي بيسمعونا لو حصل أي نوع من أنواع المخالفة مكتوب برقم التليفون جوه السيرفيس أو الميكروباص يتصلوا ويبلغوا فورا. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة، شكرا جزيلا ليك يا فندم. قعدنا بقى مع السوشيال ميديا، وإحنا عارفين طبعا أسعار كل حاجة غليت، من ضمنها ومش من أهمها لكن من ضمنها أسعار الملابس. جبنا لكم فيديو حلو قوي، فيديو هنروح نتفرج عليه، انتشر بشكل كبير جدا، خلونا نروح نتفرج عليه ونرجع نقول لكم الخلاصة. فرشتوا الشتوي بقى بس انا طري. عامل كام ده بشام؟ ده حضرتك عامل 700 ان شاء الله. ما شاء الله، لا بجد حاجتكم حلوه واسعاركم جميله، يعني دايما باجي لكم هنا عشان اسعاركم دي. مرضنا يعني اول مره اجي. مرضنا كلها يا فندم. ده يا شباب اللي هو خفيف قوي ده.
ده حضرتك عامل 950. لا لا خفيف خفيف قوي. ايوه حضرتك عامل 950. اسف سمعت صح على فكره. ده يا فندم عامل كام؟ ده عامل 1125. انا واضح ان انا ماشي كده غلط، ارجع انا كده تمام يا باشا. اه لا ده تحفه بقى 1270. لا بجد ما شاء الله الدنيا ابتدت تسقع جدا اصلا. كل سنه حضرتك يا فندم. طيب بس مش جالي كده شويه؟ مش حاجه، ده انا حضرتك مش هتقول لي خلي اي حاجه؟ خلي عنك خلاص. هيحصل الدنيا ابتدت تسقع ويعني وتجلى في نفس اللحظه. كل سنه وانت طيب. يعني وطبعا يعني يا باشا يعني زي ما انت شايف يعني يعني انا الحمد لله ابن ناس يعني. لا ريلي ريلي ابن ناس بجد بجد. انا بعتذر على الحركه الواطيه اللي هعملها دي. خد يلا الاسعار غاليه نار، احنا عارفين طبعا. علشان كده احنا معاكوا في هي بقى هنطلع كده يعني مبادرة، خلونا كلنا بجد نتمسك بيها. المبادرة هتبدأ من كل ست موجودة في كل بيت، ان احنا يعني نفتح الدولاب بتاعنا كل اللبس القديم بتاعنا هو ده اللي هيتلبس على الأقل الفترة اللي احنا بنعدي بيها. لبس القديم بتاعنا زي الفل وحلو طالما يعني مناسب، مش لازم نشتري جديد. الظروف ظروفنا وظروف البلد اليومين دول مش ولا بد، فخلونا يعني نحاول نساعد بعضنا شويتين. احنا فهي نحاول كمان نقدم لكم بعض الافكار المبتكره في ان انت ازاي تغيري من شكل مثلا بلوفر قديم، من شكل قميص، يعني بعض الحاجات البسيطه جدا. ان شاء الله هتكون معانا حد متخصص يقول لنا نعمل ايه، نلبس ازاي حاجتنا القديمه بشكل جديد. وخليكم كده يعني ايه يعني زي ما نقول كده حنينين في البيت على ازواجكم. ودي كانت فقرتنا في السوشيال ميديا، وما تنسوش طبعا كل اللي انتوا بتتفرجوا عليه موجود على صفحتنا هي على الفيسبوك، سواء الفيديو او غيره من فقراتنا المتنوعه. كمان يعني ضيوفنا اللي انتوا بتحبوا طبعا تكونوا متواصلين معاها سواء على التليفون او على صفحتنا. احنا ممكن نطلع صفحه دلوقتي يا احمد، هتلاقوا كل حاجة على الصفحة اهي. ادخلوا له تعليقاتكم اقتراحاتكم، كل ده هيكون موجود معانا ان شاء الله. دي كانت فقرة السوشيال ميديا. فقرتنا النهاردة بقى يا جماعة فقرة مميزة جدا. جواهر النهرو لما تولى قيادة الهند قال لهم احنا هنبدأ من البحث العلمي. قالوا له ازاي ده يعني احنا بلد فقير جدا؟ فقال لهم لو ما بدأناش بالبحث العلمي هنكون أكثر فقراً. وقد كان. دلوقتي الهند يا جماعة بتصدر النانو تكنولوجي. البحث العلمي مهم، والكل اللي مش عارف قيمته أتمنى إن هو يبص بصة كده على كل دول العالم العظمى أو الكبرى أو الدول اللي عملت طفرة مختلفة، يعني كانت إيه وبقت إيه. هتلاقي إن البحث العلمي وهتلاقي إن العلم والمعرفة أساسها أساس تقدم أي شعب من الشعوب. إحنا النهاردة منورانا يعني دكتورة قدوة، ويعني ممكن نقول قدوة نسائية ورمز نسائي مشرف حقيقي لكل سيدات مصر. معنا دكتورة نادية زخاري. دكتورة نادية زخاري يعني مش يعني ممكن نقول عليها ايه ولا ايه كتير بصراحة، بس هي عضو ايضا مجلس القومي للمرأة وليها نشاطات كبيرة جدا في مساندة المرأة، وهي كانت طبعا وزيرة البحث العلمي سابقا في حكومتين، حكومة دكتور كمال الجنزوري وحكومة هشام أنديل. هنتكلم في تفاصيل كتيرة عن الدكتورة نادية زخاري اللي هتكون مشرفانا النهاردة بعد هذا الفصل.
ده كان بروفايل صغير كده عن الدكتوره ناديه زخاري اللي منورانا النهارده معانا. منورانا يا دكتور، اهلا بيكي معانا. شكرا قوي على المقدمه الجميله اللي يعني اقل يعني حاجه تتقال مع الدكتوره ناديه زخاري. وانا كنت بدات كده بدايه صغيره اتكلمت فيها عن النهر وهو بيتحدث اول ما تولى يعني الهند، وكان بيقول احنا هنبدا بالبحث العلمي. فقالوا له احنا دوله فقيره جدا، ازاي نبدا بالبحث العلمي يعني؟ فقال لهم لو ما بدأناش بالبحث العلمي هنكون أكثر فقرا. أنا عايزة أقول إن مصر يعني نالت استقلالها بعد الهند بسنوات قليلة جدا، إحنا فين من البحث العلمي؟ تقييمك لما وصلت إليه الهند واللي إحنا وصلنا له دلوقتي. طيب أنا الأول هقول تقييم البحث العلمي المصري عالميا. في حاجتين بيقيموا البحث العلمي عالميا، عدد الأبحاث المنشورة دوليا اللي العالم كله بيبص عليها وبياخدنا كمراجع. احنا بنبقى في ال 17.5% الاوائل في العالم، وده طبعا ترتيب ممتاز. لما نيجي بقى بناخد البحث العلمي ازهول، احنا بننزل تحت بسبب ان اولا ميزانيه البحث العلمي مش كويسه، ما بنطبقش البحث العلمي كما يجب، وبالتالي ما بندخلش للدخل القومي من انتاج البحث العلمي. معامل كتيره مش مجهزه كما يجب، بنصدر علماءنا الى الخارج ولا نستورد علماء من الخارج لينا، فكل ده بيأثر على البحث العلمي. احنا بنتراوح ما بين 112 على 142 دوله، لكن لما بناخد الابحاث المنشوره بنبقى 38 على 239 دوله. اذا ده بيوري برضو ان احنا علماءنا تفكيرهم كويس، شاطرين، كل ده. بس الجاب اللي موجوده بقى ما بين البحث العلمي وما بين الانتاج هو ده اللي ناقص، وهو ده اللي احنا بنحاول ان احنا ندعمه ونسقل المهارات بتاعه الباحثين انهم يقدروا يتعاملوا مع رجال الاعمال ويوصلوا لهم الفكره. بس في النهايه وزاره البحث العلمي مش هي اللي هتطبق في الاخر، لان اللي هيطبق يعني بما ان احنا بدانا كده بالارقام، فخليني اسالك سؤال مختلف. احنا المفروض دستور 2014 بعد التعديل قال لنا ان ميزانيه البحث العلمي 1%، تمام، كافيه ولا مش كافيه؟ 1% هي بدايه السلم، هي البدايه علشان ابتدي اقول ان انا مستقره. كام؟ 2%. 2% من فقط الدخل القومي، من الدخل القومي، من الميزانيه كلها. الواحد في المية دلوقتي لو قسمناهم، لو دكتوره نادي قسمتهم لي وانت ادرى يعني، كم بيروح للمرتبات، كم بيروح للحوافز، كم بيروح للاجتماعات، وكم بيروح للبحث العلمي حقيقي بقى يعني؟ طيب، اجراء طيب الابحاث ما فيش ولا حاجه بتروح للمرتبات من ميزانيه البحث العلمي. المرتبات بتتاخد من حاجه اسمها الباب الاول. الميزانية اللي احنا بنتكلم عليها دي من الباب السادس، كلها معمولة للمشاريع البحثية وتجهيز المعامل. إنما المرتبات ليها الباب الأول، فده باب وده باب. يعني مش ضمن الواحد في المية؟ لا، مش ضمن الواحد في المية. طب لو قسمتيه لواحد في المية قد إيه يعني، إيه المبالغ اللي بتصرف فعليا في البحث العلمي في مصر؟ رقم هي كلها يعني لو كنت على ايام انا مثلا في الوزاره كان مليار بوينت 2 يعني 1.2 مليار جنيه مصري. ال 1.2 مليار جنيه مصري كلها بتصرف في الابحاث العلميه، ما فيش حاجه منها بتروح مرتبات. بس بتقسم ازاي؟ في حاجه اسمها استراتيجيه البحث العلمي. الاستراتيجيه دي بنحطها كل 5 سنين. اتحطت يعني من 2012 دلوقتي تتحط لمدة 5 سنين، وقبل 2012 كانت محطوطة قبلها ب5 سنين. بيتقال ايه أهم القطاعات اللي يصرف فيها؟ مفيش قطاع هيهمل، بس أهم قطاعات عندنا اللي هي فيها أبحاث كتير ومحتاجينها طبعا الصحة، الطاقة، الزراعة، وبنفضل نازلين، فبالتالي بناخد أكبر نسبة لأكبر اهتمام. يعني أكبر نسبة بتروح لأبحاث الطاقة وأبحاث الصحة وأبحاث الزراعة. تمام. إحنا عندنا 86 على فكرة مصر الأولى عالميا في تصدير العلماء، ده حسب ماري. للأسف صح؟ كنت لسه عايزة أقولك إحنا بنصدر للعالم 86 ألف عالم مصري. دي بالمناسبة اللي بتخلي ترتيبنا ينزل، ده بيخلي مش عملية إن مفيش ناس عارفة تعمل بحث علمي، لا، في ناس في مصر وعايشين
وقادرين يعملوا بحث علمي كويس جدا على مستوى عالي. بس كنا بنصدر علماء للخارج، ده طبعا بيقلل من الرانكينج بتاعنا في البحث العلمي من تصنيفنا. تقولي لهم ايه؟ الحقيقه اقول لهم ايه، دي صعبه ان انا اقول لهم ارجعوا مصر تاني، لان علشان ارجعهم مصر تاني انا لازم اديهم نفس المرتبات اللي بياخدوها بره، نفس العيشه اللي عايشينها بره. لكن اقول لهم ان انتوا ما تنسوش مصر، وبالتالي هم فعلا كانوا بيجوا في فترات، منهم كتير كان يقول انا عايز اعمل حاجه لمصر في الفتره اللي انا قاعد فيها هنا ومش عايز اي مرتب. بنستعين بيهم، يعني احنا في ديسمبر ده فهنعمل مؤتمر لعلمائنا المهاجرين للخارج في مجال الاورام السرطانيه، عايزين نجيب الناس اللي هم ذو اوثوريتي هناك، يعني ليهم وزن هناك، مش اي واحد يجي يقول بحث. احنا مش عايزين ابحث في المؤتمر ده، احنا عايزين نتكلم على سياسات في مجال الاورام السرطانيه، وقدامها هنحط السياسات في اورام الاورام السرطانيه برضو اللي في مصر احنا ماشيين ازاي. طيب في جاب او في حاجه بيننا وبينكم، قولوا لنا احنا عشان نوصل لكم في فجوه، قولوا لنا احنا نعمل ايه علشان نوصل لكم. احنا مشكلتنا في تطبيق البحث العلمي، التطبيق بالظبط. دكتوره ناديه، يعني انت ليكي ابحاث كتير جدا، كم بحث عملتيه؟ كم بحث علمي قدرتي؟ انا عملت تقريبا 64 بحث. بس 64 بحث علمي؟ هتقولي لي كم واحد اتطبق؟ كم واحد اتطبق منهم؟ هفاجئك ان اول واحد هو اللي اتطبق. اول واحد اتطبق و63 بحث علمي اجرته الدكتوره ناديه زخاري لم يطبق منه شيء. برضه ما نبصش قوي في مجال الطبي والابحاث اللي بتطبق في المجال الطبي، لان دي ليها نظام مختلف تماما، وكويس ان احنا ما بنطبقش كل الابحاث في المجال الطبي، لكن احنا عايزين نطبق في المجال الهندسي والزراعي، في ابحاث كتير بتطبق. ليه بقى في المجال الطبي تطبيقها صعب؟ انت عشان تعملي دواء انت بتاخدي حوالي 15 او 20 سنه، وبتبتديها من اول الخلايا والحيوانات التجارب، وبعدين تبتدي بعد ما تطمني، مرحله بتاخد لها بتاع 10 سنين بعد ما تطمني 100% انه فيري سيف وانه ملهوش اذيه، بتبتدي تنقليه على الانسان ومراحل مختلفه في الانسان. العمليه دي بتاخد لها 20 سنه. وبعد لو قلنا ان بعض الناس تطبق اي علاج لا يعتمد من وزاره الصحه. بعيدا عن الطب، مشكلتنا في عمليه التنفيذ الابحاث. خلينا بعيدا عن الطب. التنفيذ ده بيبقى على الدوله مصر. ما هو بره برضو في يعني رجال اعمال بيتولوا ابحاث زي دي وبيدفعوا فيها فلوس، مشكلتنا برضو في التسويق، شايفه كده ولا لا؟ مشكلتنا في التسويق والتطبيق، مشكلتنا ان الباحث بيتكلم بصيغه بحثيه، الرجل الاعمال بيتكلم بصيغه اموال. ما بنعرفش نتواصل مع بعض. فانا كان الهدف بتاعي في الوزاره ولحد دلوقتي وانا في المجلس القومي للمراه، الهدف اني اثقل مهارات العلماء ازاي يتواصلوا مع رجال الاعمال في الجانب التسويقي، واوصلهم الى رجل الاعمال، ورجل الاعمال يجي يشوف البروتوتايبس او النماذج الاوليه. مش ابحاث بقى، رجل الاعمال مش عايز يشوف بحث على ورقه. تمام. رجل الاعمال عايز يشوف حاجه مجسمه تنفع انها تتصنع بعد كده. في ابحاث الحقيقه اتطبقت، بس برضو عايزه اقول لك ان البحث العلمي مظلوم ازاي بقى. يعني في ابحاث بتتطبق محدش بيعرف ان الابحاث دي طالعه من البحث العلمي. بيرجع الفضل للي طبق البحث، لرجل الاعمال او للهيئه اللي طبقت. ايه الدوله البحث العربيه اللي ماشيه على التراك الصحيح دلوقتي في البحث العلمي؟ انا اقول لك ان مصر نمره 4 على مستوى الشرق الاوسط، وهي اول دوله عربيه في الشرق الاوسط علميا. ده شيء يفرح طبعا جدا طبعا. تعالي نرجع بقى خطوة كده شوية لورا ونتكلم على دكتورة نادية زخاري. فيما يتعلق بقى ان حضرتك تم اختيارك في حكومتين، حكومة دكتور كمال الجنزوري، وعايزة من حضرتك كده ملخص لوجودك في هذه الفترة تحديدا. بداية ممكن توصفيها بإيه؟
أوصفها إن أنا أولاً اتعلمت فيها اللي ما تعلمتوش طول حياتي. دي كانت تجربة يعني سريعاً اتعلمت حاجات كتير قوي. ليه إحنا كباحثين في المعمل حياتنا إن أنا بجرب بعمل، نجحت في تجربة فشلت بعيد تاني طريقة تاني مش عارف إيه، لكن الحتة الإدارية وإنك تقدري إزاي تعرفي مثلاً إن في فساد تتخلصي منه، ان في ميزانيه لازم اضاعفها، ان اوصل رجال الاعمال الى الباحثين، ان احسن من مرتبات اساتذه الجامعه واساتذه المراكز البحثيه، مرتباتهم ارتفعت مرتين في الفتره اللي كنت فيها، اني امول مشاريع بحثيه كل مشروع بعشرة مليون جنيه علشان تتأسس، كان حوالي 28 مشروع علشان تتأسس معامل، لأن زي ما بقول لحضرتك إن عدم تأسيس معامل على المستوى المطلوب ده بيضعفنا جدا. إزاي تم اختيارك في حكومة دكتور كمال الجندوب؟ لا هو اللي كلمني أو ترشيحك هو اللي كان يعني أنا ما بعرفش كواليس الاختيار، ما حدش فينا بيعرف إيه هي كواليس الاختيار، لكن اللي اقدر اقوله لك ان قبلها بخمس سنين اتطلب مني ان انا اقدم السي في بتاعي وبعض المستندات والحاجات، وعرفت وقتها انه كان برضو الاختيار في الوزاره بس لم اختير. فاكيد كانت السي في بتاعتي عندهم وكل ما يخص ما يعني يخصهم من ناحيتي موجود عندهم. كملتي في حكومه دكتور هشام قنديل برضو ازاي تم اختيارك؟ طبعا دكتور هشام قنديل كان وزير الري وقتها وكان عارفني فكلمني وقال لي انا عايزك تكملي في الوزاره معانا، فقلت له بس قبل ما اوافق انا في شويه حاجات كده عايزه اناقشك فيها. رحت له الصبح تاني يوم وتناقشنا في الحاجات وارتحت نفسيا انه ريحني في الحاجات. اولا هل اختياري عشان انا ست او مسيحيه؟ قال لي لا مش عشان كده، علشان انت فعلا قبليتي بلاء حسن وقت ما كنت معانا في الوزاره. تاني حاجه انا مش عايزه تدخل من لم يفهموا في او لا يفهموا في البحث العلمي. البحث العلمي وزاره ليها خصوصيتها، هي مش وزاره سياسيه ومش مفروض لا تاثر بالسياسه ولا السياسه تاثر فيا، ده بحث وتفكير وبنحاول نعمل حاجات جديده تفيد البلد. فقال لي لا وليه هيحصل تدخل معاكي يعني. فالحقيقه بعض النقط كده ارتحت ليها وكملت معاها. امراه وقبطيه، يعني هل ده يعني ميزك ولا سبب لك مشاكل في مجتمع عربي شرقي؟ بعض الناس حضرتك عارفه ان طبعا درجه وزير في ناس بتبقى نفسها تاخدها يعني. فكان بعض الناس الحقيقه بتكتب مقالات انها اتاخدت علشان سيده ومسيحيه والكلام ده. بس اللي انا فخوره بيه ان حتى الان اللي انا عملته في الوزاره فاكرينه، ما زلت معاهم في الوزاره في بعض المجالس وبعض اللجان. ده دليل ان كان في يعني ليا حاجات ناجحه، مش عمليه ان انا مسيحيه وست. يعني وانا رفضتها من البدايه انه يتقال ان انا متاخده علشان انا مسيحيه وست، انا رفضتها من البدايه. لان انا في تعاملاتي ما احبش اللي قدامي ده اعامله لا راجل ولا ست ولا مسيحي ولا مسلم. طيب انا طبعا يا دكتوره نادي احنا يعني في هي بنفتح طبعا تليفوناتنا لكل الناس يبداوا يتكلموا معانا لو كان عندهم اسئله لو كان عندهم اي استفسارات، علشان كده احنا يعني بنستقبل اول تليفون معانا. باشمهندس عمرو مساء الخير. اهلا مساء الخير، اهلا بيك يا فندم اتفضل. انا بشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده. شكرا ليك يا فندم. بس انا كان عندي استفسار كده. اتفضل. هل ينفع يا فندم ان اولياء الامور في بيوتهم يعرفوا ان النهارده ان يوم الاحد امتحان الميني تيرم؟ امتحان الايه؟ الميني تيرم بتاع الميتر في المدارس. نعرفه النهارده الساعه 1 نعرف ان اولادنا هيمتحنوا الميني تيرم؟ يعني لا يعني طبعا هيبقى صعب جدا. نعرف الحاجات دي، احنا بنعرف الحاجات دي قبلها باسبوع، امتحان الشهر بنعرفه قبلها باسبوع. يتفاجئ ازاي اولياء الامور في بيوتنا
ان ان الولاد هتمتحن يوم الاحد. ازاي؟ هو الموضوع سياسي ولا الموضوع ايه؟ انا مش فاهم. حاضر يا باشمهندس، احنا يعني هنحاول ان احنا نوصل صوتك بشكل او باخر، ويكون معانا يعني حد ان شاء الله نتكلم بخصوص الامتحانات والطلبه والتلاميذ وكده، وازاي فعلا يتفاجئوا بيها. انا بشكرك شكرا جزيلا. ليكي تعليق؟ لا، هو تعليق بسيط طبعا. انا معاه لازم قبلها بفتره شويه، بس احنا لازم يكون ولادنا متعودين ان اول باول يذاكروا. مش هذاكر عشان الامتحان فقط، مش هتفاجئ يعني. فبالتالي حتى كان واحنا صغيرين يعملوا لنا امتحان فجأة حتى واحنا مش عارفين تماما. فالمفروض ان انا اولادي يذاكروا اول باول، لكن دي المثالية. فانا يعني برضو بناشد المدرسين انها قبلها باسبوع اقل ما فيها لازم يقولوا لهم. صحيح. دكتورة ندى، انت عضو المجلس القومي طبعا للمرأة، حال الست، هل هي في مجتمعنا المصري شايفاه عامل ازاي؟ اتطور، اتغير للأسوأ للأفضل؟ طب اتطور واتغير واتحسن على مستوى الناس المتعلمة، على مستوى السياسيين، على مستوى الحكومة، على مستوى البلد، لكن في الواقع لا، ما اتغيرش. في الواقع التفكير العامة هو هو بالنسبة للمرأة. حضرتك اتكلمتي مثلا على المرور، لو في واحد راجل سايق غلط مش هيقولوا له حاجه، لو في واحده ست سايقه شبه غلط هيلوموها. يعني عارفه النظره دي، انا مش قادره اوصلها لك. يعني احساس الناس من جوه ان الست دايما غلطانه، احساس الناس من جوه ان انا مش عايز الست تبقى رئيس عليا، وده بيبان جدا في البحث العلمي. احنا عندنا في البحث العلمي 52% ممن يعملنا في البحث العلمي فتيات وسيدات. لكن قيسي بقى في كام رئيسة جامعة، في كام رئيس قسم، في كام حد ماسك مركز، في كام عميدة، ما بتلاقيش. مش دول متعلمين؟ دول متعلمين. طيب لكن لسه أسألك، طب ازاي يعني حضرتك بتقولي المتعلمين، الناس السياسيين، الست لا بدأت تاخد حقها، لكن واضح ان لا ما خدتش حقها كما يجب. انا قصدي ايه بالمتعلمين؟ قصدي نظرة الرجل المتعلم للست برضو محترمة عن نظرة الغير متعلم. الحكومة بتحاول انها تغير نظرة المجتمع للمرأة، لكن مازال متأصل فينا ان لا، في نظرة تانية للمرأة. وعايزة برضو اطمنك من حاجة، ان دي مش نظرة المصريين فقط. للأسف بقى انا في مارس 2013 كنت سافرت الامارات، كان في ليا جايزه ان انا اختاروني فوربس، ان انا ليا تاثير ايجابي على المكان. صحيح. اللي انا فيه، وكان مطلوب مني اني اقول محاضره عن وضع المراه في البحث العلمي، وضع المراه سياسيا. كان وقتها البرلمان ما فيهوش غير باين 2 ستات او 2% حاجه كده، واتكلمت على ان الكلام اللي بقوله لك، ان المراه ما بتاخدش المراكز القياديه. كان معانا ده ايام من حكم الاخوان. كان معانا ناس من امريكا. ايوه، ما كنت برضو وزيره. كنت وزيره بالظبط. كان معانا ناس من امريكا، من اليابان، من تركيا، من بلاد كتير جدا. لقيت ان الوضع ده في معظم البلاد مش في مصر فقط. ولقيت ان اللي استغربت له بقى ان واحده امريكيه قالت لنا، انا لما جيت اشتغل في البحث العلمي فجدتي قالت لي لا ما تشتغليش في البحث العلمي، انت مش هتتجوزي. يعني النظره مش بس عندنا احنا كمصريين. طبعا بيتفاوت النسبه، لكن ما نحزنش قوي ان ده وضعنا احنا بس، يعني لكن بنحاول نحسن. انا هرجع لنقطتنا مره تانية، بس استاذنك معانا ام احمد. مساء الخير يا ام احمد. مساء النور، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. وازي الدكتوره؟ معاكي على الهوا. تحبي تقولي لها ايه؟ احب اقول لها ان انا عندي بنت معاها ماجستير كيمياء، وكانت داخله في دكتوراه يعني حاليا. اولا بقول رايي في حته مسيحيه ومسلمه، احنا كلنا مصريين والمسيحيين على راسنا اولا، يعني لان هم اخلاق ما بعدها اخلاق بصراحه. يعني ثانيا بنتي بقول لك معاها ماجستير كيمياء، وهنا في جامعه دمياط هنا للاسف ان مفيش امكانيات خالص خالص فيها، في حته البحث وحته
يعني المعامل ما فيش فيها إمكانيات خالص وفيها تعب يعني. والدكاترة ربنا يعني يديهم الصحة، هما بيساعدهم على قد ما بيقدرهم وبس، بس يعني حتة المعامل الإمكانيات قليلة والمعامل قليلة جدا جدا جدا. وحتة الذكور والإناث بصراحة هما هنا بيتعاملوا كله زي بعضه، ما فيش مشاكل يعني. طب الحمد لله الحمد لله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا محمد. معامل في دمياط قبل بس اكيد عايزه احييها الاول جدا واقولها المصريين على راسنا كلنا، احنا كلنا مصريين. انا بس كنت بتكلم على تفكير ناس معينه، لكن طبعا مسيحيين ومسلمين هم مصريين وما بحبش هذه التفرقه تماما. بالنسبه للجامعات الاقليميه فعلا ما بياخدوش حظهم من تجهيز المعامل زي القاهرة وعين شمس واسكندرية. ايه السبب؟ لانها جماعة يعني. انا الحقيقة لما رحت الوزارة عملت حاجة مختلفة، عملت بادجت. ليه دايما بينظر لجامعات الاقاليم بانهم جامعات درجة تانية وتالتة ورابعة؟ لا، هو مش النظرة التانية وتالتة ورابعة. انا هقولك ايه السبب، بس هقولك يعني حطيت موازنة ميزانية معينة وقلت اللي يقدم في المشاريع دي الجامعات الإقليمية ومقفولة على القاهرة واسكندرية وعين شمس علشان تبتدي الفلوس دي تروح لهم. ونزلت تاني ميزانية لجميع الجامعات القاهرة واسكندرية وعين شمس. الجامعة اللي نشيطة بتلاقي فيها باحثين عندهم نشاط وعندهم الرغبة انهم يقدموا مشاريع. اللي بيقدم مشروع بياخد زي ما قلت لحضرتك، انا عملت 28 مركز تميز، كل مركز خد 10 مليون جنيه. ده ما كانش الجامعات القاهرة بس، كان فيها الاقاليم منها طنطا ودمياط و 57 ودكتور مجدي يعقوب واسيوط وحتت كتير. فالجامعة اللي فيها شباب او فيها باحثين عندهم نشاط بيقدروا ان هم يقدموا مشاريع وبياخدوا تمويل للمشاريع دي. بعض الناس بقوا بعض الباحثين للأسف عندهم فكرة إن الحاجات دي بالوسائط، هي ملهاش دعوة بالوسائط ولا بأي حاجة. دي مشاريع بتتحكم سريا وبتتحكم من كذا عضو، وبيروحوا يشوفوا المكان يستوعب الأجهزة دي ولا لأ. فأنا بتمنى إن كل الباحثين في كل الجامعات الإقليمية يكون عندهم هذا النشاط إنهم يقدموا للمشاريع البحثية، علشان ده باب مهم جدا لتمويل المعامل بتاعتهم وتجهيز المعامل. هرجع مرة تانية بقى لتقييمك لحكومة هشام قنديل بخصوص البحث العلمي. قد ايه؟ كم في المية؟ لا يعني ما اقدرش اقول لك كام في الميه، لكن اقدر اقول لك ان سواء انا كنت في حكومه دكتور جنزوري او دكتور هشام قنديل، انا وزاره بحث علمي. وزاره بحث علمي لا بتاثر في السياسه ولا بتتاثر بالسياسه. ولذلك وزاره البحث العلمي الوحيده اللي لم يتخللها الاخوان، بل بالعكس قدرت ان انا اطلع بعض او انهي التعامل مع بعض المستشارين اللي كانوا بياخدوا مرتبات عالية جدا وما لهمش لازمة ومش واخدين موافقات جهاتهم في الانتدابات، وقدرت أنزل مرتبات من المستشارين اللي موجودين. والحقيقة الأول قالوا لي أنت كده هتخلي كل الناس دي تمشي، قلت لهم اللي عايز يمشي في ناس غيره هتيجي. وأنا دلوقتي بشكرهم اللي قعدوا، لأنهم رغم أني نصفت مكافآتهم قعدوا كلهم واشتغلوا ولحد النهارده في الوزاره وشغالين. فانا بشكر الناس اللي تحملت ان انا قللت المكافئات بتاعتها. ايه اللي كان الوزاره بتعمله؟ الوزاره زي ما بقول لك ما تاثرتش ابدا بالحته السياسيه ولم يتخللها الاخوان، لانها مش اهتمام يعني لا هي داخليه ولا هي كذا ولا كذا ولا كذا ولا هي تعليم، لان التعليم برضو يحبوا انهم ياثروا على تفكير النشأ. ما قدروش يخترقوا الوزاره، ما قدروش يخترقوا هذه الوزاره. قدرت يعني اعمل حاجات مفيده جدا في الوزاره، قدرت امول مشاريع بحثيه كتير، عملت اتفاقيات مع تقريبا كل دول العالم في اتفاقيات ما بينها وبين وزارة البحث العلمي، سواء الناس اللي قبلي عملوا أو سواء أنا كملت عليهم.
قدرت اني اعمل حاجة اسمها ساينس بارك في مدينة الابحاث العلمية. ساينس بارك دي معناها اللي هو التواصل ما بين رجال الاعمال ورجال البحث العلمي. وما زلت انا دلوقتي عضو مجلس امنا في الجامعة البريطانية، برضو بنعمل ساينس بارك علشان نفعل البحث العلمي. يعني كل هدف شغلنا بحث علمي وملوش دخل بالسياسة. تقييمك للفترة اللي احنا بنعيشها دلوقتي في البحث العلمي؟ في بعض الأبحاث اتطبقت وده اللي بيسعدني جدا. وعايزة أقول حضرتك في الأول قلتي على إزاي البحث العلمي بينمي البلد. لو هو خد فلوس هو بينمي البلد. يعني مثلا الرز، في نوع جديد من الرز بيوفر 20% من المية. طب أنا لو استخدمت هذا الرز هوفر للدولة وهقلل من الاستيراد. القمح كذلك، لما أجي أبني مدينة جديدة أعمل مسح جيولوجي للأرض، فما أجيش أبني في حتة فيها مخرات سيول وبعد شوية أبص ألاقي عندي مشكلة. لا، أخلي مخرات السيول دي أستفيد بيها في زراعة، أبني في حتة تانية تكون التربة فيها كويسة. أما أجي أعمل زراعة أعملها جنب عيون. كل الحاجات دي مبنية على بحث علمي، وكل الحاجات دي بالمناسبة معظمها بيتعمل بس الناس ما بتعرفش. فبالتالي الناس تقول لك البحث العلمي عمل لنا ايه. لا، البحث العلمي دلوقتي بيستغل. لما هنيجي نعمل المليون ونص فدان هتدرس هيتعمل لها راضيه يعني عن الفتره دي دلوقتي ولا لا؟ لا راضيه، بس مش راضيه كومبليتلي. ما انا لو رضيت مش هقدر. انت عارفه ايه الواحد لما يحس انه وصل لاحسن حاجه هو عايزها خلاص بينام. لا، مش احنا ما وصلناش لاحسن حاجه عايزينها طبعا في البحث العلمي. طيب هرجع بقى لكونك عضو المجلس القومي للمرأة وليكي نشاطات كتير، آخرهم كان حي الأسمرات، إيه اللي تم فيه؟ طبعا أنا كمان بفتخر جدا إن فخامة الرئيس اختارني من ضمن 30 عضو في المجلس القومي للمرأة، دي حاجة تسعدني. وكان اهتمامي زي ما طول عمري بالبحث العلمي، فأنا طلبت إن يكون رئيسة لجنة البحث العلمي. كان أهم حاجة عندي إيه الأبحاث اللي هي ممكن نعمل بيها مشاريع تفيد الناس. مشاريع الأسمرات مثلا دي حاجة من ضمن الاهتمامات، ما هيش كل اهتمامات لجنة البحث العلمي ولا كل اهتمام المجلس القومي للمرأة. لكن كان مهم قوي إن في الأسمرات علشان الناس ما تتنقلش بأفكار عشوائية، إن إحنا الأسمرات مدينة جميلة جدا مبنية مباني حلوة، فإحنا مش عايزين الناس تنتقل بتفكير عشوائي. فكان مهم قوي إن إحنا نديهم ندوات توعية من ناحية النظافة، من ناحية الاكتشاف المبكر للأورام. من ناحية ده حي الأسمرات؟ بالظبط بالظبط. من ناحية ندوات لقبول الآخر وحب العمل والنظافة، إزاي أحافظ على نظافة بلدي. عايزة أقولك إن في الاجتماع ده كان دي زيارتك لحي الأسمرات دكتورة نازين. وكان في حاجة جميلة جدا، إن أنا كنت رايحة بقول أنا عايزة أروح أشوف الناس الموهوبين علميا. ما كنتش متخيلة إن أنا هلاقي يعني الحقيقة. فأنا الحقيقة لقيت إيه؟ لقيت بنات وولاد عاملين حاجات. يعني في بنت عاملة من إزازة المية عاملة تمثيل للجهاز التنفسي بتاع البني آدم وإزاي البالونة بتنتفخ. في واحد عامل حاجة لترشيد المياه. بالرغم السن الصغير ده في أهل إزازة دي. كان في أشغال فنية كتير جدا. لقيت مواهب محتاجة إن احنا نرعاها فعلا يعني. ولذلك احنا في كتب بديناها لهم، وفي مكتبة هنعملها للأسمرات، مكتبة عامة هيكون فيها كمبيوترز وفيها كتب تبسيط العلوم وفيها كتب وفيها سيديهات كرتون او مش كرتون، حاجات للاطفال حاجات للي اكبر شويه. يعني عايزين ننمي الناس ثقافيا واجتماعيا وعلميا. الحقيقه اللي بعد الاسمرات هيكون ايه؟ كويس خالص انك سالتيني، عشان الناس فاكره ان احنا مركزين بس على الاسمرات. لا، احنا عايزين كل محافظات مصر. الجيزه، القاهره، الاسكندريه، المنيا، الصعيد، سينا، كل ده يعني خطوه خطوه عايزين ننقل كل اللي بنعمله نعمله هناك. وفي كمان اتفاقيه بين المجلس القومي للمراه والمعهد القومي للاورام
اللي انا بفخر ان انا استاذه فيه. هيكون هنعمل توعيه لجهات كتير جدا على الاكتشاف المبكر للسرطان واهمه اورام الثدي. بالمناسبه الاكتشاف المبكر مش بس الاورام الثدي، في انواع كتير من الاورام السرطانيه ممكن نكتشفها بدري. واذا اكتشفتها بدري نسبه الشفاء بتبقى 95%. زي ايه؟ اورام الثدي. احنا عاملين يعني من شهر اكتوبر اللي فات واحنا عاملين كله أورام حلقات ثدي لا حلقات يعني بنوعي فيها وبنفهم فيها سواء الثدي سرطان الثدي او السرطان بشكل عام يعني بشكل عام، بس هو شهر اكتوبر عالميا يعني لسرطان الثدي. لو الست اكتشفته بدري نسبة الشفاء بتبقى 96%. كل ما بنأخر الاكتشاف كل ما النسبة بتقل. وسهل جدا اكتشافه، يعني من حظ السيدة ان ده ورم خارجي فبيبقى سهل اكتشافه وهي بتقدر تكتشفه من نفسها. طيب انا عايزة اسألك سؤال، انت اخترتي ضمن يعني النساء الاكثر تأثيرا في العالم العربي تحديدا، صحيح؟ في الشرق الأوسط. في الشرق الأوسط كنت نمرة واحد في مصر و16 على الشرق الأوسط واحد والوحيدة بس السنة دي. من وجهة نظرك أنت السبب كان إيه؟ الحقيقة أنا اتفاجئت زيك كده. السبب كان إيه؟ جايز الإنسان لما بيخلص في عمله وبتبقي عايزة، يعني أنا دخلت عايزة أعمل حاجة، عايزة أعمل حاجة للباحثين، أعمل حاجة للميزانية، أعمل حاجة لتطبيق البحث العلمي. كنت بمضي يعني من 9 الصبح ل 11 بالليل وأنا قاعدة في الوزارة. وبالمناسبة يعني ناس سألوني يعني أنت كسيدة يعني لا ده هو استني بس يعني السؤال ده اللي كان هيبقى يعني هيجي يعني عالمة ودكتورة وليكي في مجال برضو الحقوق خصوصا حقوق المرأة، ليكي فيها باع طويل وكنت يعني وزيرة في حكومتين متتاليتين ومتتابعتين، فين البيت؟ ما لو كانت الوزارة دي جات لي وأنا صغيرة ما كنتش قبلتها. يعني انا دلوقتي وانا صغيره لا، اولادي هم كل حاجه وجوزي بيتي، فكنت موضبه شغلي مع مواعيد الولاد في المدرسه، اوديهم المدرسه اروح الشغل، هم بيتاخروا شويه في المدرسه فانا قاعده في الشغل بعد الفراشات كمان مفيش مشكله، اروح البيت ده وقتهم هم. لكن دلوقتي هم كبروا وبيشتغلوا. خرجتي للعمل العام من امتى؟ من بعد ما هم كبروا واشتغلوا، يعني كان اول سنة أول حاجة كان المجلس القومي للمرأة قبل ثورة 25 كنت فيه، بس ما كنتش من ضمن 30 عضو، لا كنت في فرع القاهرة، ده كان تقريبا في نقول 2008 مثلا. وبعدين الوزارة في 2011 ديسمبر 2011، طبعا ده كان أكتر بقى شغل عملي وشغل خارجي يعني البيت يعني. بس لما كان إيه تعليق الأولاد والزوج يعني لما دخلت قلت لهم أنا مرشحة أكون وزيرة؟ أنا ما دخلتش، أنا في التليفون لأن أنا جالي في التليفون. لما رجعت لهم لما رجعت لهم كان ايه؟ عايزه اقول لك كان شكله عامل ازاي. انا اللي كنت مرعوبه، مش هقول لك يعني ما كنتش مرعوبه، وكنت قاعده كل شويه يكلموني دكتور جنزوري مستنيكي، طيب السكه زحمه جدا وقاعده بتردد اروح ما اروحش ارفض ما ارفضش. عايزه اقول لك ان جوزي هو اللي شجعني، بقيت معاه تليفون فبيقول لي لا روحي وانت قدها وقدود وهتقدري وكده. بناتي طبعا فرحوا جدا. عندك كام بنت؟ عندي بنتين، واحده متجوزه واحده لسه، ففرحوا. بس بجد يعني عمرهم ما استغلوا اسمي في اي حاجه، ولا وظائفهم اتغيرت بعد انا ما بقيت وزيره ولا لحد دلوقتي. فما كانش فيه استغلال للمنصب، لكن بالتالي كانوا فخورين بيا يعني. يعني في مقوله دايما بتتقال وراء كل عظيم امراه. طيب سؤال تاني بقى، وراء كل امرأة عظيمة مين؟ ورايا جوزي وأولادي، هما اللي كانوا بيشجعوني. وأنا بقولك فعلا أنا لولا أن وأنا في السكة كل شوية زوجي على التليفون لا روحي ما تخافيش أنت قدها قدود، أنت يعني بيحسسني أن أنا مش حاسة بقدراتي الداخلية كان بيطلعها لي. فده شجعني أن أنا يعني أقبل الوظيفة. وظيفة مرعبة يعني، ما تفتكريش انها مش مرعبة، خصوصا بعد ما الوزراء اللي قبلنا
فكان في تردد كبير مني، فهو اللي خلاني لا اخد القرار والعزيمه ان انا يعني اقبل الوظيفه. في عيد الام احنا معانا فيديو كده، تعالوا نروح نبص عليه ونرجع تاني. قوات البحث العلمي بتقدم نوادي العلوم اللي ممكن قوي ان انتوا تشتركوا فيها. اسكندر مكتبة اسكندر جائزة الجامعة في مصر. هي حاولت خلال توليها الوزارة علاج أمراض البحث العلمي. هي الأم المثالية الدكتورة نادية زخير. دكتورة نادية، باسم بيتي العيلة المصري بنقول لك كل سنة وحضرتك طيبة، ودايما في تألق، دايما في فكر، دايما الناحية العلمية تقدمية وصبغة تعبر عن تطور المجتمعات، ومن غيرها احنا ممكن ان احنا ما نقدرش نعمل حاجات كتيرة. تكريم كان تكريم الدكتورة نادية زخاري كأم مثالية. انت عندك بنتين بيشتغل؟ خريجين ايه؟ واحده خريجه هندسه. عارفه ان كل واحده ست دلوقتي قاعده تتفرج علينا هتبقى يعني عندها فضول عايزه تعرف. الكبيره خريجه هندسه اتصالات، والصغيره بزنس ادمنستريشن، ما شاء الله اداره اعمال. طيب الكبيره متجوزه يعني في اولاد؟ ولد وبنت. دكتوره ناديه جده دلوقتي. طيب جده قديمه، جدة قديمة كمان، عدادي. يا ما شاء الله. طيب دكتورة نادية، يعني بعد حي الأسمرات منطقة بقى كوم العنب محطوطة في مع المجلس، محطوطة من خطة المجلس القومي للمرأة العمل فيها برضو قضية العنب. محطوطة ضمن يعني امتى هتبدأوا فيها؟ اعتقد كمان ان في لجان اخرى راحت، يعني علشان ما بقاش غلطانه في لجان اخرى يعني راحت غيط العنب برضو وعملت فيها نشاط. انا شخصيا ما رحتش كلجنه البحث العلمي، ما رحتش لسه هناك لاني مركزه شويه في القاهره دلوقتي، عشان عملنا كذا ايفنت فخدت وقت كبير قوي مني، مش بس في الاسمرات، في حتت تاني كتير عملنا كذا مؤتمر، كذا ندوة علشان تنمية مهارات الباحثات انهم يتعاملوا مع رجال الاعمال ازاي علشان يسوقوا بحثهم، كذا ندوة علشان الاكتشاف المبكر للاورام مش بس في الاسمرات، في مناطق اخرى مع المعهد القومي للاورام ووحدة الاكتشاف المبكر، ندوة هنعملها مع الجامعة البريطانية قريب جدا برضو علشان السيدات الباحثات يعرفوا يعني نفق مهاراتهم علشان تطبيق البحث العلمي. فده كان خد مني وقت شوية في القاهرة، لكن بعد كده هخرج من القاهرة. دكتورة نادية، هل وجودك في حكومة الإخوان نقطة سودة؟ لا مش نقطة سودة، هو مش يعني ما بفتخرش قوي بيها، ما بتفتخريش بيها، لكن بفتخر بما أنتجت في هذه الفترة. يعني حتى اذا كان بعض الناس تقول ان هم خدوني علشان يبيضوا وجههم، فده حاجه تشرفني ان انا ابيض وش حد، يعني مش حاجه تضايقني. لكن انا عملت حاجات كتير جدا. توقعتي ان هيتم اختيارك بعد كده في حكومات لاحقه؟ هو عرض عليا الحقيقه، بس مش وزاره البحث العلمي، لوزاره انا ما اقدرش ادي فيها فاعتذرت. كانت وزاره ايه؟ لا تعليم مثلا؟ لا مش مهم اقول ايه هي الوزاره، لكن يعني اتعرضت كفكرة وانا ماليش خبرة فيها خالص، فانا يعني بحب دايما to be or not to be، يعني مادام اتحطيت في مكان انا لازم ادي خبرتي وادي اللي انا اقدر اديه. فعشان كده ده كان سبب اعتذاري، لكن ده كان فخر ليا طبعا ان انا اختير تاني، فخر كبير قوي ليا ان انا يتقال لي انت كنت احسن وزيرة مريحانة من بعض الجهات،
فخر كبير ليا ان فخامه الرئيس يختارني في من ضمن ال 30 لجنه ال 30 بتوع المجلس القومي للمراه. بس كان كفايه؟ هل توقعتي ان انت مثلا ممكن تكوني مثلا وزيره البحث العلمي في حكومه شريف اسماعيل؟ ما فكرتش فيها لان انا في كذا حاجه انا فيها في نفس الوزاره، يعني انا محطوطه مثلا في لجنه الثقافه العلميه في وزاره الثقافه، في مجلسين في وزاره البحث العلمي، في لجنه في وزاره الصحه، في مجلس الامنا في البريتش يونيفرسيتي في الجامعه البريطانيه، في المعهد. بس برضو مش زي ما تكوني وزيره، مش زي ما اكون وزيره برستيجيا قدام الناس. لكن الانتاج ممكن ماليش الاثوريتي ان انا اقول، ماليش يعني السلطه، لكن ليا الفكر اللي انا بحاول اطبقه على قد. تفتكري ده كان بسبب ان انت يعني هم شايفينك ان قيمه عشان كده حاطينك في لجان كتير، لكن هل سبب عدم اختيارك انك كنتي في حكومه الاخوان قبل كده؟ جايز بعدها على طول كان كده، لكن دلوقتي لا، ما اعتقدش، لان خلاص كل واحد اتعرف هو اتجاهاته ايه وكان بيعمل ايه. لكن ممكن بعدها جايز، الله اعلم. انا محتاجه كلمه اخيره من الدكتوره نازيه زخاري بقى، واحنا بنتكلم على البحث العلمي وبنتكلم على يعني عالم جديد داخلين عليه مختلف تماما، وكلمه عشان ما انساش لان النهارده يوم مهم جدا في حياه العالم كله للي حصل طبعا في الانتخابات الرئاسيه الامريكيه وفوز ترامب على هيلاري كلينتون. هو زي ما انت قلت يعني استغربتي ان السيدات هم اللي راحوا لترامب، لكن الفرق ما كانش كبير قوي علشان نقدر نقول يعني كان في الانتخابات يعني فجوه كبيره، لا ما كانش فيه. نتمنى بس ان سياسته تكون كويسه مع الشرق الاوسط، هو ده اللي يهمنا، لكن مين اللي يحكم هناك ده ما يهمنيش، كل ما يهمني ان السياسه تكون كويسه مع الشرق الاوسط. دور الستات في العالم بيتراجع ولا؟ عشان هيلاري كلينتون ما كسبتش؟ ما اعتقدش، لانها سيده. دي تاني يعني تاني مره سيده تخوض الانتخابات الرئاسيه الامريكيه وتفشل فيها. ما انا قلت لك ان برضو النظره للست مش في مصر بس، هو بيتراوح بالنسبه، لكن انا ما اعتقدش انها خسرت عشان ست، بل بالعكس ده كان ممكن تكسب عشان انها ست، علشان ده بيدي مظهر حضاري للبلد جدا ان رئيستها ست. طيب. لكن ممكن لسياستها، ممكن لحاجات خلفيات تانية، مش لانها ست. طيب هختم باخر حاجه خالص وبلغه كده امتحانات، واحنا يعني بنتكلم على الامتحانات، يعني ممكن يعني كملي اكمل البحث العلمي في مصر ايه؟ يحتاج التطبيق. شكرا جزيلا الدكتورة نادية زخاري اللي نورتنا النهاردة حقيقي، فهي ودكتورة نادية سواء بقى يعني ممكن نعرفك بكذا تعريف، يعني سواء عضو مجلس قومي للمرأة، سواء كنت يعني متولية لوزارة البحث العلمي في حكومتين بعد الثورة، سواء أيضا دكتور في الأورام، فيعني بكل هذه المسميات أنت فخر الهية. أنا موجودة هنا جداً في مصر جداً. ويعني فوربس اختارتك يعني من أكثر النساء تأثيرا في الشرق الأوسط وفي العالم العربي، فما فيش بعد كده. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك، نورتي هي. ولسه مكملين معاكم بعد الفاصل، خليكم معانا، دايما عندنا حاجات جديدة. مساء الخير والجمال على كل متابعين قناة دريم اللي بيتابعونا على الهواء مباشرة. النهاردة حلقة جميلة عشان احنا الستات بنحب المكياج جدا جدا وبنحب نهتم بجمالنا، عشان كده ضفتي النهاردة سارة أباضة خبيرة التجميل، هتشرح لنا اكتر حاجة ازاي نستعمل الكونتور، انه احنا البنات ما شاء الله دلوقتي ما نقدرش نخرج من غير ما نعمل كونتور، صح يا سارة؟ عاملة ايه؟ تمام. نوراني النهاردة. قولي لي يا سارة، طبعا الكونتور ده دلوقتي صار حاجة أساسية بالنسبة للبنت. طبعا يعني احنا زمان كنا نحط مكياج بس لا، الكونتور بيغير شكل الست، يعني مزبوط. بيديها يعني بيغير ملامحها، بيبين ملامحها كمان، صح؟ فاشرحي لي بقى ازاي
ازاي اقدر انا اعمل الكونتور؟ ايه في انواع فيه مختلفه؟ طبعا بيختلف. بس في البدايه انا عايزه ارحب بالموديل. ازيك نوراني النهارده، هنعمله الكونتور. بس اوعي بعدين تفضلي بالمكياج ما تشديهوش. طيب ودي دي طبعا بيختلف حسب شكل الوجه اللي معانا، الوش يعني في المدور، البيضاوي، المثلث، مربع. بيختلف شكل الكونتور على حسب شكل الوش نفسه. بس الكونتور دلوقتي بقى حاجه فعلا مهمه زي ما انت قلتي، وحاجه فعلا يعني حاجه اساسيه من اساسيات الميك اب. كانتش موجوده فعلا وبقت منتشره دلوقتي وبقت موضه، وهي بتخلي بتحلي جدا، وهي بتبين ملامح وبتخفي ملامح، بتبين ملامح حلوه. نتكلم في نفس الوقت. تمام اوكي، تورينا ازاي. ايه اول خطوه هنعملها؟ اول خطوه احنا مش يعني اول خطوه الكونتور اوكي هنعمله، بس اول خطوه ان احنا نوحد لون البشره. نوحد لون البشره، نحط فاونديشن. طبعا بنختار درجه فاونديشن تليق على بشرتنا. طبعا كل بنت عارفه درجه بشرتها ايه طبعاً. اللي بيليق عليها من الفاونديشن لازم تختار اللون اللي هو ماشي مع بشرتها بالظبط. بالظبط لازم نوحد لون البشره الاول. حلو، دي اول خطوه نعملها. بالظبط كده. بعد ما بنوحد لون البشره هنمشي خطوه بخطوه، هنبتدي نعمل الكونتور بتاعنا. اوكي. الكونتور طبعا احنا عارفين الكونتور، في ستات كتير بتحب مثلا تعمل كونتور تصغر في مناخيرها، الخدود كمان بيبرز. بيبرز وبيخفي، يعني نبرز الاماكن اللي هي حلوه في البشره او في الوجه، ونخفي زي الملامح الكبيره، زي المناخير لو مناخير كبيره شويه بنصغرها. عظمه الخد لو ما عندناش مثلا خدود نعمل خدود بيها، اكنها عمليه تجميل بس هي وقتيه مش دايما هو الميك اب. نعمل خدود بيها، لو في خدود برده كبيره وش بنت مثلا قلبوس شويه وكده، ممكن ان احنا ايه نقلل الخد. كمان الفك، نحدد برضو عظم الفك. عظم الوش كله بنحدده. بنتعامل برضو لو الوش برضو ايه مثلا مدور قوي، وهي مثلا مش عايزاه يبقى مدور قوي، ممكن احنا نطوله شويه. نقدر نتحكم يعني. بالظبط كده. طيب والمناخير قلتي لي لو المناخير بالطول، بنعمل لها كونتور نخليها ايه قصيره شويه، ما تبانش طولها قوي. بعد كده نيجي بقى اللي هي الكونتور. الكونتور عندنا حاجتين، هايلايت ده بيبقى زي فاونديشن لونه فاتح قوي، ده بنحطه فين؟ ليه اماكن معينه. اول مكان اللي هو تحت العين كده. لازم اوكي، بالنسبه للكونتور لازم يتحط قبل الفاونديشن ولا بعد الفاونديشن؟ يستحسن، لا هو لازم ان احنا نوحد بشرتنا. لو بشرتنا فيها عيوب لازم الاول نوحد لون بشرتنا، لو فيها هالات سودة، لو فيها حبوب، لو فيها اي اماكن دكنه لونها غامق شويه، فلازم نوحد لون بشرتنا الاول بالفاونديشن. بعد كده نعمل الكونتور الكريم. الكونتور اصلا هو حاجتين، في كونتور باودر، في كونتور كريم. ممكن الباودر يتعمل لوحده، هنقول امتى يتعمل لوحده. لو بالنهار مثلا نازله بالنهار، رايحه جامعه، رايحه شغل، ممكن نعمل كونتور الباودر. وكمان الباودر ده بيبقى حلو قوي للبنات اللي هم ايه لسه مبتدئين. لكن اللي هنعمل كونتور الكريم ده امتى؟ نعمل كونتور الكريم دوت لما يبقى مثلا في مناسبه، رايحه فرح، رايحه اي مناسبه، ميك اب سواري، ممكن نعمل عندها تصوير كونتور او نتقل فيه. ايه الكونتور دلوقتي قلتي لو مثلا فرح تقدر تتقل في الكونتور؟ نعمل بقى الكريم والباودر الاثنين مع بعض علشان نثبته اكتر، نخليه اكتف اكتر، باين اكتر. اوكي، وبالنسبه بالنهار نعمل ايه قلتي؟ باودر. الباودر بس يكتفي قوي لو بالنهار، او بنت لسه بنوته يعني مبتدئه في الكونتور. هنعمل الباودر بس، برده هيديها ايفكت حلو. بس مش عالي قوي، يعني الكفرج بتاعه ما بيبقاش عالي قوي بس بيبقى حلو برده. طب ايه انواع الكونتور اللي لازم نعملها؟ اتفضلي ايه؟ انا افضل زي ما انا قلت كده الباودر
تمام، والكريم والبودر مع بعض دول يعني احسن حاجه. اه البودر حلو قوي. وامتى نعمل كريم؟ زي ما قلنا في مناسبات او عندك تصوير عندك لازم، لان طبعا يختلف الميك اب بتاع الكاميرا عن الميك اب العادي في الحياه. والميك اب تبع النهار يختلف عن الميك اب تبع الليل. كل مكان تديه كل حاجه. بالظبط. طيب ايه الخطوه الثانيه دلوقتي اللي هتعمليها؟ الخطوه الثانيه كده انا برست بالهايلايت الاماكن اللي انا عايزه ابرزها اللي هي حلوه. دلوقتي بقى هنيجي نعمل كونتور. الكونتور ده بيبقى فاونديشن لونه بني، بني رمادي او بني غامق قوي. نيجي مثلا لو مثلا الجبهه بتاعتنا القوره كبيره شويه مثلا، هنبتدي نقللها بالبني دوت بالكونتور البني. اوكي، اللي هي بتعمل ايه بالظبط؟ كده احنا بنقلل المساحه اللي احنا اللي هي كبيره عندنا مثلا واحنا مش حابينها، قللنا مساحتها. تمام. بعد كده عضمه الخد هنا مثلا بناخد من عند نص الودان، ناخد خط كده متجه للبق اللي هنا كده، نعمل خط كده ما انتقلش عن كده. ونيجي كمان من الناحيه دي بالظبط كده نفس الموضوع. الفك زي ما احنا قلنا برضو بنعمل خط بسيط قوي تحت. امتى بقى ننتقله شويه؟ لو الوش مليان من تحت هنا نبتدي نعمل البني ده كتير، ننتقله شويه وننزله على تحت. ولازم لما نعمله بعدين نحاول انه ما نخليهوش باين. لا طبعا مش لازم يبقى باين خالص. دي بقى اللي هي الخطوه اللي جايه بعد كده اللي هي خطوه البلندنج، ان احنا ازاي ندمج الخطوط ديت نخليها طبيعيه ومش خطوط صريحه كده. ما ينفعش الميك اب يبقى فيه اي خط صريح. طب الكونتور بالنسبه للمناخير من فوق يتاخد ازاي؟ من فوق لتحت ولا ازاي؟ بيتاخد لا من فوق من عند العظمه بتاعت العين دي كده، المساحه دي بننزل خط كده على الارنبه بتاعت المناخير من هنا والناحيه الثانيه ومن هنا من تحت. ما نعملش دوريه كده عشان في بنات بتعمل دوريه كده. لا احنا نعمله ايه؟ نعمل مثلث كده زي شكل المناخير بتاعتنا، نعمل مثلث كده. تمام. ده بيخلي المناخير صغيره. نصغر المناخير بيها. اوكي. انا بشوف كمان بيحطوا يعني على الجنب من هنا ومن هنا. لو المناخير محتاجه عريضه من هنا نعمل، لكن هنا مش عريضه قوي فمش هنعمل. مش يعني انت بس هتخففي هنا. قلت لك كل وش وكل ملامح ليها طريقه معينه تعمل. انا بعمل على طريقه الملامح اللي معايا والحاجات اللي انا عايزه اخفيها. ابتدي ان انا ادمج بفرشه براش كده تبقى يعني مسطحة كده شوية وابتدي ان انا ادمج الكونتور بالوش ديت. خلينا نبدأ برضو ايه برضو مسطحة. لازم تكون الفرشة يعني يعني للكونتور كده عشان تعملي بيها في الوش. صح بالظبط. الخطوط اللي انا عملتها بقى ادمجها. حلو. اوكي. نيجي الخد. الخد ادمج على فوق مش على تحت. يعني ما يجيش لتحت. ادمج على فوق. كده في اتجاه الخط. ثانية. نفس الموضوع. طيب. الفك لتحت. ادمج الخط اللي انا عملته تحت ده كويس جدا عشان ما يبانش. وانزله على تحت. هو اصلا ابتدى يبان يعني الكونتور الحلو فيه ان هو بيغير الوش. بالظبط. برضو النوز برضو لازم بلند ندمج الخط دوت. ندمج على تحت برضو او في نفس مستوى الخط نفسه. لازم لتحت. او في نفس الخط كده على تحت. ما ننزلش تحت من هنا من الجناب. لو المناخير محتاجه وكبيره ننزل على الجناب بتاعت المناخير. حسب شكل المناخير بتاعتنا واحنا كل واحده بتبقى عارفه عيوب وشها ايه. بس لازم ناخد الكونتور مع الحاجب. انا بشوفك بتدخلي يعني. بدخله لتحت كده تحت الحاجب. كده. وبعدين تنزلي للمناخير بتوزعيه. كده.
العين كمان ليها كونتور بنفس الفرشه بتاعتي، تبقى حاجه خفيفه كده يعني اللي باقي فيها بعمل العظمه دي. العظمه بتاعه العين اللي هنا دي بتعملها كونتور كمان، العين تعملي عليها كونتور. تمام. بعد كده انا خلصت الكونتور بتاعي، برده مش هسيب الوش كده، لازم بنفس الفرشه بقى توزعي ادمج كله مع بعضه، لازم الوش كله يبقى ميه واحده. ما يبقاش في حته غامقه قوي وحته فاتحه. احنا عايزين حته غامقه وحته فاتحه. افتحي انتي، لكن ما يبقاش واضح قوي. دي وظيفه الدمج. حلو. وبعدين بعد المرحلة دي بس تخلصي تعملي ايه؟ بعد المرحلة ديت هبتدي ان انا اكفرج بقى الوش كله بالكومباكت باودر بتاعتي او اللوز باودر بتاعتي عشان اثبت الكريم اللي انا عملته ده، عشان ده كله كريم لازم يتثبت بباودر. اوكي. عشان ما يتمسحش، عشان لو عرقت، عشان يعني بعد ما تثبتيه بالباودر ترجعي تحطي الكونتور تاني ولا لا؟ طبعا، اللي هو بقى الايه؟ الباودر، كونتور الباودر بالبيوتي بلندر. لازم اهم حاجه تحت العين عشان ما يخططش، بطبطب كده. حلو. وبرده بالبيوتي بلندر بطبطب على كل الوش. البيوتي بلندر دي فايدتها ايه؟ بتشيل اي كريم زايد اتحط عشان ما يخططش او يكلكع. المكياج اكتر من اي حاجه تانيه. اه. انت بقى ساره، انت الحاجه الجميله انت بتعملي كل حاجه لنفسك، مش تعبيش. يعني عارفه انت بتحبي ايه. طبعا، وكل بنت بتبقى عارفه كمان ايه اللي يليق عليها، وهي بتحب ايه، وبشرتها يليق عليها ايه، والميك اب يليق عليها ايه. حلو. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنكفر الوش كله بالباودر كومباكت او لوس. انا معايا كومباكت. حلو. بحط اوت تحتين طبطبه، كل حاجه بتطبطبه كده عشان طبعا احنا العين هنا حساسه قوي. والوش كله طبطبه، لان انت لو مسحتي هتمسحي اللي انت عملتيه. فكله طبطبه كده. كده الكونتور باين منه يعني حاجه بسيطه. هو ده اللي احنا اللي هو يبقى فيه ظل، ظلاله مش هو صريح. اوكي. بعد ما تعملي الباودر دلوقتي هتعملي ايه؟ بعد كده هبتدي اعمل لوك كده بسيط قوي عشان اظهر فيه العين بتاعتي، الحواجب، عشان طبعا الكونتور بيضيع الملامح شويه. الباودر بتاعي كده ضيع الملامح شويه. لازم تغطي الوش كله بالباودر. بالظبط. ونخلي بالنا برده ننزل برده للرقبه تحت. طبعا عشان الكونتور ما يبانش من تحت كده. وكمان عشان ما يبقاش دي لون ودي لون. يبقى شكل وحش قوي. والله الكونتور ده احسن اختراع طبعا بجد. يعني احنا في الاول كنا اوكي بنعمل مكياج عادي، بس ما بيديناش قد ما الكونتور بيدينا. بالظبط. يبين الوش اكتر محدد. انا دلوقتي بحط. دلوقتي بتعملي ايه؟ قبل الاي شادو في حاجه اسمها مثبت اي شادو، ده يخلي الاي شادو يبقى ثابت ويدي اللون بتاع الاي شادو نفسه بتاعي يبقى حلو كده وباين. اللون نفسه يبقى باين. ممكن لو ما عنديش مثبت اي شادو ممكن احط فاونديشن. يعني مش نقطه، يعني حاجه كده البقايا تبقى على صباعي من فاونديشن احطها فوق عينيا قبل ما احط الاي شادو. بلاش كتير عشان ما يكلكعش ويخطط. لازم حاجه بسيطه يعني. حاجه بسيطه عشان احنا عارفين مسحة. كله في العين كده بيكلكع زي ما قلت. مسحه بسيطه خالص. اوكي. هنعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي هنعمل الايز بتاعتنا العين، هنعمل لوك هادي خالص. اول حاجه بعملها بحط في الكورنر بتاع العين كده اللي هي هنا دي مدمع العين. بحط له لون يبقى على بيجا كده بس يبقى فيه لمعه شويه، يبقى جلوينج شويه. حلو. تمام. لازم في طرف العين صح؟ من جوه. بعد كده العظمه اللي انا عملتها بالكونتور هجيب لون زي الاورنج كده او غامق او طوبي او بني فاتح. بحدد العظمه بتاعت العين. التحديد دي التحديد دوت بيعمل ايه؟ ان انا ما اطلعش بالاي شادو بره التحديد اللي انا عملته ده.
اهم حاجه احدد عشان لما اجي احط الاي شادو على العين نفسه اعرف انا هطلع لغايه فين بالظبط. تاخدي دلوقتي العين من فوق اللي هي العظمه تحدديها كويس عظمة دي عشان تبرز العين. اوكي هو اصلا ابتدى اللون يبان يعني العين ابتدت تبان بالظبط. وبعد كده هتعملي ايه؟ بعد كده هجيب اي لون بقى انا حباه مثلا على بيج مثلا عشان انا هعمل سامبل مثلا لو انا خارجه الصبح انا رايحه الجامعه رايحه الشغل وبيبقى سهل وسريع احط ايه على الجفن نفسه. ده بالنسبة للنهار يعني احنا بنتكلم اوكي اشرحي لي ايه اللون اللي بتحطيه دلوقتي ده؟ ده لون على بيجات بس بيج يعني غامق شوية اوكي بيبقى ناتورال خالص يعني كده مش حاطة حاجة بس هي مدية نورلانية اهم حاجة ده اكتر حاجة البيج والحاجات دي كلها للنهار اهم حاجة برضو البلند ندمج اللون اللي انا حطيته تحت مع اللون اللي انا حطيته فوق عشان ما يبقاش فيه خط صريح. اوكي طب دلوقتي هتعملي ايه بعد كده؟ بعد كده افتحي كده تقدر دلوقتي المكياج اللي عملتيه البسيط ده مع الكونتور تطلع بيه بالنهار صح؟ احط تحت العين اللون اللي انا حطيته في العظمه مثلا اللي فوق دي احطه تحت العين كده يبقى زي ظل خفيف كده تحت العين احدد الرموش من تحت يعني. حلو لازم تحدديهم من تحت احنا عايزين نحاول بسرعه عشان الوقت ابتدى يخلص. اوكي وايه اللون اللي بتحطيه من تحت؟ اللون اللي انا حطيته على العظمه نفسه لازم كدا. يكون نفسه صح؟ لا مش لازم انا يعني حسب انا حابه ايه يعني انا شايفه بنيات كده بعد كده احط الماسكارا دي اخر حاجه احط تحت الاول بعدين فوق. حلو دلوقتي بتخلصي الماسكارا ويفضل بس الروج يعني لازم والكونتور الباودر لازم تعمله والكونتور الباودر لازم اول حاجه تعمل كونتور لشفايفها تحددهم كويس لو هي مثلا لو احنا بنات بتحب تكبر شويه في شفايفها تحب تصغر بالظبط نيجي بقى الكونتور باودر اللي بقول ممكن يتحط لوحده هو ده الفينش بتاعي اخر حاجه ده بحط الهايلايت تحت الهايلايت اللي انا عملته في الاول الهايلايت هنا في القوره حلو اللي هو اللون الفاتح احطه تحت فوق اللون الفاتح اللي انا عملته واللون الغامق برضو اللي هو البني ده اعمله في المناطق اللي انا غمقتها عشان تفتحيها شويه اثبته كده افتحه واثبت الاثنين مع بعض بعد كده دلوقتي احنا حتى يعني تعملي الوش انا شفتك كمان بتعملي في الرقبه من تحت طبعا مش انا حطيت تحتك ترجعي تاني تاتش خلاص اوكي ده ايه في الاخر ده وفي النص هايلايتر حلو قصدي هايلايت بودر لازم احنا نهتم بتفاصيل يعني ما نسيبش حاجه بالزبط. ما ننساش حاجه ساره احنا الوقت كده خلص تقريبا خلصنا يعني يا ساره هو فاضل بس الروج لابستيك بتاعها الاول هنحط بلاشر اهو طب نحاول نخلصه بسرعه نشوف ايه اللون اللي لازم تحطه دلوقتي لو هي دلوقتي ده مكياج بالنهار هادي خالص هنحط حاجات على يعني لون هادي برضو زي بيج بينك هادي خالص حاجات هاديه بدام بالنهار ويبقى مات بان الموضه اصلا مات هو اكتر حاجه دلوقتي يعني بالظبط هو اللون باين كمان ماشي مع المكياج احنا كده خلاص هو فاضل بس الحواجب بقى المفروض ان انا اظبط الحواجب
نحاول نخلص الحواجب بسرعة. اه اوكي اوكي انت دلوقتي هي حواجبها لو هي عايزة تغير فيهم. اه هي طبعا بالجل بتاع الحواجب تبتدي ان هي ترسمهم حسب الرسمة اللي هي حباها متعودة عليها. لو هي مثلا رسمة موضة تعملها. والحواجب يا جماعة يعني لازم تبقى ايه طبيعية برضو خالص. احلى حاجة في الميك اب ان يكون كل حاجة طبيعية. لا لازم طبعا بالذات بالنهار يعني ما ينفعش انه احنا نكتر مكياج كتير. بالظبط. وايه اللون لازم اللون نفس درجة حواجبها ولا؟ اه لازم نفس درجة حواجبها او شعرها. لو هي بشعرها لو هي محجبة يعني خلينا في البنيات بلاش الاسود خالص. بني فاتح بني غامق. لو هي شعرها بلوند يبقى حواجبها تبقى بلوند او بني فاتح قوي. طبعا بالظبط. ساره أباضة نورتيني وشرفتيني النهارده. للاسف احنا وقتنا كده خلص. المكياج حلو زي ما شايفين مشاهدينا دلوقتي. الموديل الجميله كمان وشها يعني بيحب المكياج. اه بالظبط. في وجوه مرات لا قد ما تحطي ما بس هي ما شاء الله عليها. يا رب اشوفك معايا مره ثانيه. ميرسي ان شاء الله. ميرسي. وكده مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا وان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي مع هي.